السلام عليكم ورحمه الله. انا دلوقتي هرد على بعض الاسئله يا جماعه عشان مش عارف اعمل بث مباشر. السؤال الاول اللي جاني: ما هي تكاليف المحامي لعمل اوراق؟ احب اقول لك يا صاحبي ان عشان تعمل اوراق في امريكا الجنوبيه، سواء تقدم لجوء، سواء عمل، سواء تتجوز، ما بتحتاجش المحامي يا صاحبي نهائيا. واللي يقول لك غير كده نصب واحتيال. ولو انت متابع قناه بتقول لك كده، انصحك نصيحه لوجه الله الغي اشتراكك فورا، لانه بيشد رجلك في حاجات تانية يا صاحبي. الفيديو ده هيقول لك محامي، والفيديو التاني الله اعلم. ولكن خلاصه الكلام، امريكا الجنوبيه لا تحتاج الى محامي نهائيا، ولكن تحتاج الى مترجم، انك تترجم اوراقك فقط. والترجمه غاليه وبفلوس، يعني ترجمه الاوراق بفلوس وغاليه جدا يا جماعه. ولكن انت مش بتحتاجش محامي، انت بتحتاج شخص بيتكلم لغه اسبانيه بسيطه جدا جدا، بيجي معاك وزاره الهجره فقط لا غير. مفيش محامي ولا اي كلام من ده نهائيا يا جماعه، فقط بتترجم اوراقك، ولكن ترجمه الاوراق غاليه جدا جدا. برضو السؤال اللي جاني بعد كده: ايه الفرق بين الاقامه المؤقته والاقامه الدائمه؟ الاقامه المؤقته يا صاحبي هي بدايه لك في اي دوله، انك انت بتاخد اقامه مؤقته، تقدر تستأجر بيت، تقدر تفتح حساب بنك، وبتتدرج في المناصب الى الاقامه الدائمه فيما بعد. ده الفرق بين الاقامه المؤقته والاقامه الدائمه. الاقامه الدائمه بتخش بها جميع دول الميركوسور، يعني انت معاك اقامه دائمه في البرازيل تقدر تخش الارجنتين. كلام اكيد يا صاحبي، معاك اقامه دائمه في الارجنتين بتقدر تخش تشيلي. ماشي يا صاحبي. طيب ايه هي افضل دوله في امريكا الجنوبيه بالنسبه للاوراق وسرعه الورق والكلام دي؟ انا بنصحك الارجنتين وتشيلي، انك تعمل فهم ورق، والاوروغواي، بس الاوروغواي دوله صغيره. البرازيل ما انصحكش، دي وجهه نظري يعني. انصحك بالارجنتين وتشيلي. واحد كتب لي تعليق بيقول لي: صحه كلامك عن زيزو. صحه كلامي على لسان صاحبه حسن يا صاحبي، كلام اكيد. طيب لو انا اشتريت شقه اخد اقامه؟ لا يا صاحبي، شقه ما تاخدش اقامه. الاقامه لها شروط جامده جدا يا جماعه، وبتختلف انواع الاقامات. إقامة اللجوء غير إقامة العمل، غير إقامة الدراسة، غير إقامة الزواج، تختلف اختلاف كلي. ولكن الإقامة الدائمة لأصحاب الاستثمارات الضخمة فوق $100,000. ماشي يا صاحبي، بتقفز الإقامة الدائمة مباشرة استثمار. برضو واحد بيقول لي على تعليق الأسعار في أسعار الملابس، بيقول لي: ما أسعار عادية معقولة. لا يا صاحبي، مش معقولة بالنسبة اللي عايش هنا. الأسعار في السابق كانت سعر، ودلوقتي مع ارتفاع سعر الدولار وتعويم العملة سعر، فارتفعت الاسعار، فبيختلف بالنسبه للي عايش. اللي عايش هو اللي بيحس الاسعار يا صاحبي، ففي غلاء في الاسعار فعلا. برضو واحد قال لي: لو عندي ترانزيت في برلين ولا هولندا ولا مدريد، ايهم افضل؟ هولندا او مدريد، ابعد عن برلين نهائيا، ابعد عن المانيا يا صاحبي. برضو سؤال جاني: ايه هو التصريح الامني ده؟ التصريح الامني يا صاحبي بيطلع من وزاره الداخليه في بلدك، ماشي، وهو مطلوب للبلاد اللي فيها حروب اكتر حاجه، ومطلوب ان الناس اللي بتروح تركيا من مصر، من الدول العربيه مش عارف والله، من تونس والجزائر مش عارف. ولكن لو هتروح تركيا من مصر لازم تصريح امني، ده كلام اكيد، بيطلع من التحرير من وزاره الداخليه. ولو انت في فلسطين او اي دوله ثانيه وعاوز تروح، يعني الدول اللي فيها حروب، تطلب تصريح امني زي اليمن، زي العراق، تصريح امني بيطلع من وزاره الداخليه في بلدك. اشترك في القناه يا صاحبي وانشر الفيديو عندك عشان نستمر ونعمل بث مباشر.